أخبار اليوم. السنين اللي فاتت 10-15-20 سنة كانت قدرت المؤسسات المتعثرة دي تستعيد عافيتها مرة تانية. والنهاردة انتوا شفتم الحمد لله رب العالمين، هي بقت مكان ومؤسسة محترمة معمولة بشكل شكلا وموضوعا يخدم الصناعات البحرية، وإدارة الموضوع نفس الكلام. يا ترى نقدر نعمل ده في بقية المؤسسات المتعثرة دلوقتي؟ أيوه، إنما إزاي ومين ياخد القرار؟ من النهاردة هي متعثرة قبل كده والتجارب السابقة مش مطمنانة، وبالتالي ممكن نبقى قلقانين. لحسن أجي أخد قرار وأرفع كفاءة وأدفع فلوس يعني أصرف عليها وبعدين ما تنجحش. لا، في حاجتين مهمين قوي. إن الناس اللي بتشتغل في المؤسسات ديت دول أبناء مصر، وإحنا مش هنسيبهم وما ينفعش إن إحنا نسيبهم، وكمان ما ينفعش إن إحنا نسيبهم بغض النظر إن إحنا يعني بنديهم الالتزامات المالية المخصصة ليهم، لكن ما ينفعش إن هو ياخدها وهو المنشأة ما بتشتغلش، أو على الأقل ما بتشتغلش بالجدوى الاقتصادية الحقيقية. مش عايزين نعلم نفسنا كده، ومش عايزين نعيش كده. ويمكن احنا كنا بنتكلم دلوقتي مع الشركة وكده وبقول له المعدلات بتاعت العمل محتاجين تزودوها شوية. كتير مننا يلاقيني ان انا دايما اقول لك زود زود زود. يعني ليه بتعمل ده؟ احنا بنعمل كده عشان نأكد قيم العمل. قيم الانتماء مش انك انت تقول انا بحبها، لا لا، قيم الانتماء الحقيقية انك انت اولا ما تقبلش اي شكل من اشكال الفساد. ومن ضمن الفساد بالمناسبة ان العمل ما يمشيش بالشكل المناسب ليه، ده فساد. ان يولى الامر لناس ما تعرفش مجاملة، ده فساد. ان نتلاعب في الموازنات عشان نطلع كلام لا ينطبق مع الواقع، ده فساد. انك ما تطورهاش لان هي تبقى على مستوى ال50 سنة وال100 سنة اللي جايين، ده فساد. ولا احنا هنسيب للناس اللي ولادنا ايه؟ هنسيب لهم ايه؟ انا بقول الكلام ده لاني بدأت بكلمة الفساد بصراحة، لان ده بيكسر معنويات الناس وبيديهم احساس ان مفيش امل. فده اول نقطة لازم ننتبه لها، ان نتجرد. مش بنقول بنحبها، بنحب بلدنا، ولا هو اكيد مش كلام انا عارف، بس خلينا نطبقه بالفعل لواقع، باجراءات، بضغط، ضغط عمل، ضغط اشراف، ضغط متابعه. انت بتهابر في كل قطاع من قطاعات الدوله، محتاجه القطاع ده مش يشتغل، يهابر. عارفين يهابر يعني ايه؟ يعني واحد بينحت في الصخر عشان تقوم. دي فرصتنا، والناس كلها امنتنا على مصر. هو مش كلام بنقوله الحقيقه، ده مش كلام بنقوله، ده كلام عايزين نعمله.
ولازم إن شاء الله نعمله. فدي واحدة نقطة الفساد في أي إدارة أو مؤسسة، دي محتاجة من المدير الكبير من أول أنا لغاية أي مستوى أو نسق قيادي يبقى منتبه للمعنى اللي أنا بتكلم عليه ده. ده مش معناه عدم ثقة أو شك في الناس، لا، ده معناه إن حضرتك تبقى متفهم إن اللي أنت شغال فيه ده ممكن يبقى جواه الشر فين، شر الفساد أنا بتكلم، وإزاي تمنعه. عينك ما تشوفش غلط وتسيبه. طب حلها ازاي؟ ده موضوع حضرتك، موضوع انك تحل المسألة ده موضوع حضرتك. طب انت ما انتش قادر، ما فيش وقت نجرب فيها، كفاية تجارب. احنا عايزين نجابه مشاكلنا بجد ونحلها بجد. كان مهم قوي ان انتم الزيارة هدفها كده. طب الناس ما سألتش نفسها، العمالة دي كانت بتشتغل وبتقبض من 2007 لغاية النهاردة الليل؟ الرسالة دي موجهة لمين بقى؟ لعمال مصر، هي بتاعتنا كلنا مش بتاعت الدولة بس. أقول تاني، بنقبض منين؟ من مصر. احنا نبقى موجودين رجاله جدعان وحتى سيدات افاضل موجودين في العمل ده، تسمح ان تبقى فيه منشاه ما تكسبش وبنقبض ونصرف؟ لا لا، لو الاراده دي موجوده جوانا كلنا، بقول من اول انا لغايه اصغر عامل او عامله في المنشآت اللي الدولة بتقودها أو حتى اللي بيقودها القطاع الخاص، حتى اللي بيقودها القطاع الخاص، وماله لما تتقام على كتفنا ونبذل الجهد ونفكر إزاي تنجح، لأنها نجاحها مش نجاح المصنع ده بس، ده نجاح اقتصاد مصر، نجاح اقتصاد مصر. طب احنا بعد ما الترسانة تخلص هسيب انا اللواء ابراهيم قاعد كده مع نفسه؟ ده كل يوم بالتليفونات، حكايتك ايه؟ عملت كام؟ جبت ايه؟ حد يقول لي ليه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ دي الاداره اللي احنا غصب عننا لازم نعمل كده. القواعد اللي معمول بيها قبل كده مش هتنفع معانا عشان نقدر نخش على التجربه، ناخدها في حاجه ثانيه وثالثه. التردد في القرار في حد ذاته ده ممكن يأذينا كتير ويخليك المنشأة دي تفضل قاعدة كده سنة واثنين وثلاثة واربعة وانت مش عايز تاخد قرار فيها، مش عايز ولا مش قادر ولا خايف. من فضلكم لو سمحتم تصدوا بجدية، بفاعلية، بمسؤولية، بفهم، بإخلاص، بأمانة، بشرف. ولازم تكونوا متأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى محدش هيعمل كده ويخسر ويظلم. دي مش سنن ربنا في الوجود، دي مش سنن ربنا في الوجود. شكرا.